بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. طبعا رفعنا فيديوهات كتير جدا عن زراعة الكمون وزراعة اليانسون وزراعة الحمص، واتكلمنا طبعا عن محصول القمح. ربنا يبارك طبعا لجميع المزارعين، الناس دي طبعا بتتعب، ودي مزارعين طبعا يعني أفضل من المهندسين في الزراعة، ربنا يرزقهم ويوسع رزقهم. فما تنساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. هنشوف طبعا الكزبرة، وهنشوف طبعا هل لها دراسة ولا بتتعامل بالطرق التقليدية اللي انت شايفها قدامك. هنتعرف على عم الحاج. زي الحال عم الحاج؟ يا مرحبا. اسم حضرتك ايه يا عم؟ نور ابو الحاج احمد ابو خليل. زي الحال عم نور؟ الله يبارك. زي الحال حاج؟ اسم حضرتك ايه يا عم؟ محمد ابو خالد. على خليل. طيب عايزين عاد نعرف ميعاد زراعة الكزبرة. الكزبرة دي بتزرع في شهر 9. في شهر 9. 15/9/2009 تبتدي تزرع الكزبره. تبتدي تزرع، تحط الارض، وبعد تحط الارض ايوه تشمسها. تمام. وبعد كده تفجع سراير على ايديك او بالجرار. وتفجع المفروض تاني بعصايه زي دي او بطوله صغيره. وترمي التجاوي. تمام. تغطيها غطا خفيف وتربيها. بعد 5 ايام من بعد الري تنزل فيها ميه تاني. يعني اللي هي التطينه او ريه المحايا زي ما بعض الناس بيقول. بعد ما يعني انت تروية. يعني بنخضر. تمام. بعد التخضير بكام يوم ينزل فيها ميه؟ 5 ايام 6 ايام حسب الجو. 5 ايام 6 ايام حسب الجو. تمام. حسب نشفان الارض. طيب بتشرب تاني ولا زي الكمون والياسمين ما بتشربش؟ بتشرب عادي. انت ما طلعت على وش الارض بتمشي فيها العزيز الخفيف. وتعملها شويه سماد كماوي. تمام. بعد كده قاعد بتخربشها بالكوره كده عزيز خفيف. وتسقيها بكماوي. تمام. ميه يعني شربنا ميتين ثلاثه، وبعد كده بتجوب باول. بتتجب كل 15 يوم. بتتجب وتطلع تاني. بتتجب بتتنشر. طيب ماشي. يعني انت زرعنا كده في شهر 9 زي ما قلت يا عم. طيب بتقعد كام يوم وبعدين تتجب؟ يعني اول ما تعمل من شهر كده من بدايه التخدير. يعني تتجب تبقى عامله تجاوي ولا بتتباع خضراء؟ بتتباع خضراء. بتتباع ناشفه. تتجب وتتنشر. تتباع ناشفه. يعني بتبقى عامله تجاوي زي كده؟ لا القبه خضراء مثل زي الربيع كده. زي الربيع كده القبه. ونشوف حته جبلها نظيفه كده ما يكونش عليها اي غبار خالص. ونشرها وتتنشر. يعني تتباع ورق مش تجاوي زي كده. بعد ما نشرها بالظبط. او ثلاث حسب برضه الشاشه. يعني في نهايه الموسم بتعمل تجاوي. طيب صح كده. طبعا لما تتحصد، بعد ما تتحصد تقعد كام يوم في الارض زي كده؟ 10 ايام. وبعد كده تتدق زي كده. في بعض الناس لما بترسها، وفي بعض الناس لما تدق، بس لما تدق لما تطفي الجو. لانها خفيفه. يعني الافضل ليها ان هي تتدق بالشكل ده. وبعدين هي مالهاش مثلا تخش العطاره برضه. يعني ده شغل في العطاره. شغل في العطاره. مثلا تستخدم في العطاره برضه. تمام. في البهارات في كل حاجه. طيب الفدان تقريبا يعني يجيب له كم كيلو يا عم الحاج؟ لا على احنا نقدر نقول ده حسب برضه ايه المحصول بتاعه. يعني من والى يعني لو اقل حاجه واكثر حاجه يجيب كم كيلو؟ يعني ممكن نقول 100 كيلو او 150 كيلو. عشان خفايفه هي. طيب تمام. طب يعني الري بتاعها بتشرب عادي كل ما تحتاج ميه تشرب؟ كل اسبوع. كل اسبوع بتشرب ال كل 8 ايام. طب انا لو عندي فدان وعايز ازرع كزبره ياخد كم كيلو تجاوي؟ الجراد 3 كيلو. طيب طرق زراعته بيتبدر ولا بيتنجر؟ لا في بدر وفي نجر وفي زي كده. يعني اهم حاجه ان هو يتغطى بالتراب. يعني زي التسطير بتاع القمح كده والحاجات دي. بنعمل السرابه كده. ونجيب عصايه زي كده ونشقها من فوق تاني. تمام. ورمينا الغله دي كده. وتقدر مغطينها تغطيه. يعني حاجه بسيطه. طبق التراب خفيفه. بالظبط. طب بياخد رش زي الكمون واليانسون ولا ما بياخدش؟ يبقى زي اليانسون ما بياخدش رش. بس هي ما تحبش الزراعه معاها. يعني ما تحملش عليها اي حاجه ثانيه، لا بصل ولا اي حاجه، تزرع لوحديها. ملهاش شريك معاها. شكرا ليك يا عم نور. يا عم نور وربنا يرزقكم. وشكرا ليك على شويه المعلومات اللي افدتنا بيهم دول. طب عايزين تعرفنا.